مساء الخير، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله أموركم بخير. الصراحة أنا كنت بدي أطلع فيديو بكرة، بس للأسف ما قدر أن أصبر، بدي أحكي. هو زي ما أغلب العالم توقعت، كنت بالفعل نازل على القدس. كنت نازل على القدس، يعني زي حلم أي واحد فلسطيني يكون عنده شبه فرصة ينزل فيها على القدس ويحاول. المهم كانت الأمور جيدة لحد ما نزلت بالمطار، والمفروض هناك واحد يعمل كنترول على الجواز تبعه وبعدين بيقدر يفوت. كان كتير في عالم عشان وضغط وهيك. المهم حاولت اعمل كنترول للجواز، ف يعطيني على الجهاز انه راجع الامن او هيك شيء. المهم ف انا بدي اخوض بتفاصيل، ان شاء الله بكره بحكي التفاصيل، بس هيك بشكل عام بدي احكي. وكميه القهر اللي بقلبي، وبعد ما هاي طبعا رفضت اني افوت، يعني رفض انه انا ممنوع افوت، وقالوا لي بأقرب طيارة لازم تطلع، وطالع انا هلا بنفس الشركة اللي اجيت فيها. وكانت الامور معقدة وكذا وفي اجراءات، والمهم انا بحكي فيها ان شاء الله بكره. بس انه هلا لازم استنى تقريبا لبكره الظهر لحتى اطلع بالطيارة ارجع على المانيا. بس كمية القهر اللي حسيت فيها اليوم والله عظيمة. بتطلع على هدنون العالم اللي حوالينا، بيمشوا وبيطلعوا بفوتوا بلد مو بلد، واحنا رحنا على اساس على اوروبا وكذا وتشردنا وهاي على اساس اخذنا جنسيات وعلى الفاضي، لان نفس غرفة الكنترول حتى كان في المان وبريطانيين مشكل كنترول عاملين. فان شاء الله بركي بكره بنزل فيديو بحكي التفاصيل شو صار معي بالضبط. سلام.